السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي، قناه مطبخ عالم اميسك. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غندير معكم الطريقه ديالي ديال حلوه الخليط، او كما تسمى بحلوه الملوك، لان فيها الفواكه الجافه الغنيه جدا. انا غنوريكم الطريقه ديالي اللي كنستعمل فيها. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، هذه عندي الزبده الماكله، وهذه عندي الزبده البواطه بلا ما نذكر الماركه. المهم عندي الزبده الماكله، هذه كلها زبده الماكله، يعني تقريبا دات 200 غرام الزبده الماكله و50 غرام الزبده البواطه، حيت الزبده الماكله صراحه جربوها. الزبده الماكله كنقصد بها ماشي الزبده الحلوه اللي كدير 20 درهم ولا 16 درهم الكيلو، كنقصد بها الزبده اللي كدير 70 درهم الكيلو. عندي هنايا كاس د العنبه الزيت، عندي كاس لا بالزنجلان، عندي هنايا 200 غرام مخلطه ما بين اللوز والكركاع، ها هما انا دقيتهم شويه. اللوز بالقشره ديالو حمرته، بالقشره ديالو حمرته وفرشته شويه في المهراز، هو والكركاع. وغنحتاجو معاها جوج معلقات ديال السكر كلاصي وشويه ديال المزهر ها الروح ديالو، واحد صاشيه ديال الخميره، ما تكثروش الخميره باش ما يتغير الشكل ديالها. وبالنسبه للطحين على حسب الخليط، انا عندي هنا 750 غرام، تقد تجيني غير 600 غرام، تقد تجيني 500 غرام على حسب الزيت. واللي بغى الكميه تجي زايده الكيلو يدير جوج كيسان ديال الزيت ويدير 250 غرام ديال الزبده. نتوكلوا على بركه الله. انا هذه الحلوه كتعجبني بزاف، جربتها بالزبده ديال التوراق، ماشي نفس اللذه وماشي نفس المذاق وماشي نفس الرطوبيه والهشوشيه. الزبده ديال الماكله كتعطيها واحد اللذه غزاله بزاف. توكلوا على بركه الله. انا غنجيب سميتو، غندير الزبده، بسم الله، اخواتي دابا انا حطيت الزبده، غنزيد عليها جوج معالق ديال السكر كلاصي، كنزيد عليها كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه، واحد القبصه ديال الملحه، وغنحرك جميع العناصر حتى تخلط لي مزيان. واكيد الزبده خاصها تكون درجه حراره الغرفه باش دغيا دغيا تخدم معنا. غنزيد كاس لا بالزنجلان، وهي كل ما كثرتو فيها الزنجلان كل ما كتجي غزاله ولذيذه بزاف. غنزيد واحد جوج نقيطات ديال المزهر، وغنزيد داك 200 غرام ديال اللوز محمر والكركاع حتى هو محمر. الطحين غنزيد بشويه بشويه، انتما كما كتلاحظوا اخواتي راه بدات كتجمع ليا شويه، هي باش تعرفوا انها الطحين فيها القياس الكافي ما كتبقاش تلصق في اليد. وصراحه انا كتجيني سهله بزاف، ما فيهاش تمامه بزاف، ودغيا دغيا كتوجد. من الحلوى المفضلة عندي ها هو الفقاس، راه طاب، كنوريكم كيفاش كيجي. هيا دابا الأمداس كتجمع ليا شوية، يعني ما غنزيدش الطحين بزاف، غنزيد غير شوية. انا كنجربها باش كنشوف واش كتجمع لي في يدي ولا لا، يعني كتجمع، يعني من الاحسن هكا صافي بركه، صافي راه كتجمع، يعني ما نزيدش الطحين بزاف، لان الا زدت الطحين بزاف ما غتجي شويه قاصحه، وانا كنبغيها تجي رطبه بزاف، كتجي فتيتيه.
دابا انا غنعباو ليكم شحال ديال الطحين. انا غنعباو الزلافه، هانتوما كتشوفوها هي على زيرو. غنشوف شحال شاط ليا، 79 يعني 80 غرام، يعني الا حيدناها من 750 غرام يعني تقريبا معاك دخلت لي واحد 680 غرام. كما عودتكم على الخميره ديال الحلوه اخر حاجه كندير في الحلويات ديالي. دابا غنحاول ندخلها بشويه باش ان شاء الله غنبدا نشكل في الحلوه. انا دات فيها هنايا كل وحده دات فيها 20 غرام باش كتعطيني شكل موحد، ماشي وحده كبيره وحده صغيره. من الاحسن ديروا بحال هكا باش كتجيكم الحلوه في المنظر كعاطيه المنظر، وممكن لكم تاخذوا اي طابع بغيتو. انا فضلت نديرها بهذا الطابع هذا، انتم كتشوفوا كيفاش كتجي. ولو لصق لكم الطابع اكيد ديروا شويه في الطحين. ها هي لالا خرجت لي تقريبا واحد 63 حبه، ندخلها للفرن ان شاء الله ونتلاقاو باذن الله. اخواتي نسيت ما هضرت لكم على الفران. دابا الفران راه كان ديجا كيسخن لاني كنت كنطيب فيه الفقاص، خليته مشعول. هي كتبغي تكون تدخل على الفران ساخن جدا ونقصوا عليها تقريبا غتاخد لنا واحد ما بين 20 حتى 25 دقيقه في الفران، حيت هي اصلا ما كتبغيش تحمر، كتبغي تاخد غير داك اللون الذهبي بحالها بحال شكل غريبه البهله. ها نتوما كتشوفوا هي اصلا الشكل ديالها ماشي بيض حيت باينه فيها القوام ديال اللي درنا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخرجها من الفرن ونخليها تبرد مزيان، عاد نفندها في سكر كلاصي ونتلاقاو في الطبق النهائي. اخواتي هانتوما اخواتي كما كتشاهدوا ملي خرجتها من الفران هذا هو اللون اللي كتاخذ، اللون الذهبي. دابا غنخليها تتبرد عاد نفندها ان شاء الله في سكر كلاصي ونتلاقاو. اخواتي كان هذا هو التقديم النهائي الطبق ديالنا اليوم اللي كان عباره عن حلوه الملوك او الحلوه الخليط على حسب كل منطقه والتسميه ديالها. كنتمنى من قلبي الخالص انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في هذا العيد هذا. راها كتجي لذيذه وكتجي هشيشه بزاف. انا غناخذ واحد الوحيده وغنقسمها قدامكم، شوفوا شكلها من الداخل كيفاش كيجي. اخواتي ها نتوما شوفوا الهشاشه ديالها كيفاش كتفرتت، وصدقوني هذه حتى هي نزيدوها على معشوقه الجماهير بحالها بحال الحلوه ديال الكوك او فيش بوند. اللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من لايك، واللي كيزور قناتي لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. والى فيديو مقبل ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك.